لكن عار عليه لو كان يروح لكلاب واحد اخر ويلعب. انا نقولها المحرز هذا جوز معنا قريب 8 سنوات ولا 9 سنوات فريق الوطني وقدم عليه وجاب لنا كاس افريقيا وحنا كما يقول لك حنا الجزائر ما ننكروش الخير. دوك اذا يعني كما يقول لك لازم يستدعيه المدرب، لازم يستدعيه، واذا كان حب يجي اللهم احنا ماذا مرحبا كاع بولادنا، ولا ما حبش يجي نحترموا الراي تاعو. انما محرز مازال يعني كما يقول لك مازال يعني يقدر حتى كاس العالم مازال يعني في العطاء تاعو مازال يقدر يلعب، هذا هو. وما ننساوش باللي كان احسن لاعب افريقي واحسن لاعب في السيتي في سيتي فوالا، يعني شوف كي كان هو داو الشامبيونز ليغ نهار راح محرز ما داوهاش. يعني علاش نعرفوا باللي هذه القيمه تاع اللاعب هذايا، ماشي كرا يلعب في الخارج احنا نقولوا باللي المستوى تاعو اهباط ولا. انا نعطي له كونسيل محرز هذايا، الى في اون بون كارير، كان في الاوروب بعد ما ولا عند العرب يعني الحق تاع ربي لو نيفو تاعو هبط، سون نيفو ني بلو كيما كان في الاوروب، على بالك سي بون. دونك يتسمى على مون افي جو لي دون ان كونسيل لي هو اون بيرسون يجبد روحو خير. لا محرز لاعب ممتاز ومعروف باللعب تاعو، وان شاء الله نتمناو يبقى يكون في الفريق الوطني ان شاء الله ويتعلق لقب، عنده خبره واللي يجوا صدر ليكليز هو سان اونسيان جوار اللي يجوا من بعده يدوا من عنده الخبره يدوا من يتعلموا عليه شويه. يعني دوكا محرز على كل حال مد اللي عليه، وإلا كان هو عنده يعني فريمون شغل هو ما راش حاب باش يكمل لو كارير تاعو ولا جبد روحه، لكن عار عليه لو كان يروح لكلب واحد اخر ويلعب. انا نقولها لان جوار ما يجبدش توجور على توجور يجبد على البلاد ديالو كومان جوار. ثانيا كما يقولوا يمد واش عنده. انا نقول بكل صراحه محرز كي تجي للجزائر ما مالغري ستان جوار ويدير حاله يعني فريمون في الفريق تاعو، يعني في السيتي كان فريمون وين يدور يماركي ويدير كذا. انا روماركيت يعني فريمون كي يلحق للجزائر نقولها بكل يعني روح رياضيه، والله غير كان المستوى تاعو ضعيف بالبزاف.